يخرب بيتك وحشتني. مين اللي وحشك؟ عايزه اقول لك والله لسه معديه، اول ما شفتك قلت لازم اجي اسلم عليك كده. هو انت تعرفيه؟ ده احنا كنا اصحاب كده يعني، بس كان الاكس بتاعي. نعم. احنا مين انت؟ طبعا انا مالي بيها. في ايه؟ استاذ ايه بتاع ايه؟ في ايه يا ستي؟ كنا مرتبطين بس ايه ده احنا مرتبطين ايه؟ كلميني انا، ما اتكلمهوش هو. طب ثواني يا استاذه بس، سيمانك متعصبه ليه كده؟ ايه الاوفر ده؟ طب تعالي من هنا كده بص عليه، هو ده؟ انت متاكده؟ ايوه هو سماسيمو ده، جاي يجيب هديه لخطيبته. انت اتخطبت؟ اه خطبت من بدري. انت عارفاه من امتى؟ يعني من 3 سنين كده ولا حاجه كمان. وهي عارفاه من بدري اصلا، مرتبطين من... ايه ده انت خاين؟ اوه لا 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 خاين. تعالي بس من هنا بص عليه من هنا. هي بتتكلم بجد؟ انت كلمتي دي عليا؟ ايه؟ عليك رقم يا ايه؟ وانا بكلمك تقول لي ثواني يا بيبي، بس عندي مكالمه في الاخر. مكلمين؟ هو انت تعرفها؟ بتخدني مع دي؟ تعالى بس كده تعالى. ايه اللي دي انت في ايه؟ مراس بخاخه دي؟ يا الله على ذوقك. سيمو انت عارف؟ طب ثواني بس يا جماعه، انت دلوقتي يعني ايه ده؟ بالراحه بالراحه. ايه ده؟ ايه دي يا استاذه بس؟ سيبك تضربني يا استاذه. اهدي بس، انا عايز افهم حاجه واحده بس، يعني انت عارفاه؟ ايوه طبعا مرتبطين والاكس بتاعي. طب ايه دي بس؟ انا فاهم يا استاذه. فهمني انت مين انت؟ تعالي بس من هنا كده عشان اعرف اسمعك. انا مش انا سامع تقيل، معلش. ايه المشكله؟ الاستاذ خاين. عايز اقول لك لسه مكلمني اول امبارح. ما اعرفش هو اللي خاين، انا مال انا. هو لسه مكلمني اول امبارح اصلا. بكلمك اول امبارح. وريني الرقم صدقيني. لا وريني يا حبيبتي بيكلمك ايه وانا ايه؟ لما تحب تخون ما تجيبش الاستاذه، يعني ما تجيبش نفس الشخص في نفس المكان. او يعني انت اصلا بقى جايب ثلاثه في نفس المكان يا فلاتي. اللي انتوا بتقولوه ده انا ما اعرفش كده والله. على الاقل غير كل مره نحل شبكه عشان ما تقفش. بقى كل يوم تجيب لنا واحده شبكه. والله منه الكلام ده انا ما اعرفهاش اساسا. يا بني ادم يا خاين انت بتتكلم. انا بتكلم معايا بقول لك في واحده ثانيه. انا قبل كده اكذب عليها ما تكذبش عليها، هي بتصدقك بقى دي بتاعتها. واخد مني 3000 جنيه وهي الثانيه كل شويه لان واحده اولى. 3000 جنيه قالوا مني 3000 جنيه عشان تجيب لها ايفون. يا بنتي يا فلاتي انت خاين. بقول لك ايه، انا مش عايزه اكمل معاك تاني وخلاص. ولا ده انت بني ادم يا بني. عرفوهم بره مش كده والله. روح حقوق علينا. مين اللي الطريقه اللي قال له؟ صح الطريقه قال له بره خلاص. قال لك اللي هو مقلب بس ما قالكش الكاميرا فين. لو بصيت هناك كده الكاميرا في وشك اهي. اقسم بالله بنهزر معاك وانت واخواتنا. ما اعرفوش والله ما اعرفوش. وده مقلب تمام، والايفون كده كده جاي خلاص، وهتاخد عليه خصم اصلا هنا. استاذنكم ممكن احنا نذيع؟ ندي اوكي ونقول زيا. زيا زيا مساء الزفت. اتفضلي يا فندم. مساء الزفت، حضرتك منوره الدنيا يعني. تمام انا منورانا والله، منوره الدنيا كلها. طب اتكلم ولا هتتكلم؟ لا مين فينا؟ مين نشوف مين فينا اكبر يتكلم الاول. احنا مش جايين نتعرف. طب ماشي في ايه؟ انا مش صحاب قوي. انا احنا مش صحاب قوي عشان تقولي لي مش يا استاذ. يا استاذ استهدي بالله بس دلوقتي. لا اله الا الله. في ايه؟ احنا مش صحاب قوي يعني عشان تزعقي فيا ونتكلم كتير وبتاع. اتفضلي استريحي الاول تمام. انت مرتبطه افندم؟ لا بفهم بس الاول بس عشان اعرف يعني محتاجه تعملي ايه. انت مرتبطه؟ لا مش مرتبطه. تمام موري يا فندم. انا كنت عايزه ابدل التليفون ده ب 15 برو ماكس. يعني انت عايزه تبدلي التليفون ده ب 15 برو ماكس صح؟ بالظبط. يعني انا فندم اللي انت عايزاه. طب ماشي بس اودي التليفون ده واجي اخد منك استبيان. اسمك ايه يا استاذه؟ ماريا. تمام قلت لي عندك كام سنه؟ 23. 23 سنه. برج ايه؟ خير. ليه؟ لا ده دي عشان نعرف بس اللون ونعرف مواصفات التليفون اللي هنجيبه لك. عربي انجليزي؟ انجليزي عربي بنجلاديشي اسباني سيمبلاويني على حسب. ده علاقته ببرجي. ما هو ده بيفرق هنا في الابراج، ده في الفلك بتاع التليفون نفسه بيعمل مشكله، فلازم نعرف نوفق ما بين الحاجتين يعني. قولي لي كده حضرتك برج ايه؟ الجدي. برج الجدي. خريجه ايه حضرتك او كنت بتدرسي ايه؟ هيفرق ده في ايه بقى؟ قولي قولي ده هيفرق في ايه؟ عشان اعرف اجيب لك تليفون جاهل ولا تليفون متعلم؟ لا متعلم. تمام حضرتك خريجه ايه طيب؟ عشان اجيب لك حاجه تبقى نفس البيزنس يعني نفس التشنج بتاعك. صيدله وعلوم تطبيقيه. اخر حاجه بس. تمام؟ يا ربنا اخلص. حبيتيني؟ حق ايه؟ حبيتيني؟ انت مجنون يا عم انت. لا لا ما بس. قوم يا عم التليفون اللي اديتهولك. لازم بس يا عم قوم هات التليفون اللي اديتهولك. استاذه بس. بقول لك هات التليفون. وانا قاعد بتكلم معاكي حسيتي من ناحيتك مش طايقه خلقتك. يعني ده حب، ده بدايته. ما مش طايقه اشوفك وهات التليفون. ما محبه الا بعد عداوه. ده بقى كده بدايه. يا عم انا مش طايقاك اصلا. حبيتيني قد بنسبه قد ايه بس؟ يعني كان في قبول بنسبه قد ايه؟ مش طايقاه يا استاذه. مع دي ده انا بس لازم افهم مشاعرك ايه عشان اجيب لك. يا عم هو انا واخداك عن حب بحبك ليه اصلا؟ يا استاذه بس استهدي بالله، انا ده كله لازم اعمل الاستبيان بتاعي مظبوط. استبيان ايه؟ تمام
انت من اول ما جاي اقدم على شقه. لا الحب اللي انت حبيتهوني ده من اول نظره ولا من اول قعده؟ عشان انا اصلا يعني يا استاذه بس جاوبيني دلوقتي بصراحه. بس دلوقتي يا عم انا بجاوبك بصراحه. تمام. اقسم بالله بتحبيني قد ايه؟ لا ما ولا بحبك ولا عايز احبك. تمام. ولا عايز اعرفك تاني ولا اشوفك تاني. تمام. يبقى لسه ما عملتيش موف اون. يبقى نلغي الاستبيان ده كله. استاذنك نعمل استبيان تاني. استبيان ايه يا بابا؟ عشان بس التليفون. عشان بس اجيب لك التليفون. هكسر المحل. يا استاذه بس استهدي بالله. انا بس بتعملي ايه؟ بتعملي ايه بس؟ قسما بالله هكسر المحل على دماغك. انت ملمسه. انت يا استاذه انت ايه اللي انت بتعمليه ده؟ استني بالله. خلاص خلاص مش مستاهل. مش هجيب التليفون. انت موقفه حالي. خلي بالك اللي انت عاملاه ده. انت موقفه حالي. انت كده مجنون يعني. يعني انا مش عارف. ما انت انا جاي منك. هو انت ملمسه ولا ايه يا استاذه؟ التليفون ولا هباب على دماغك. يا استاذه يا استاذه. طب خدي طب خدي خدي. طب اقول لك بنصور مقلب. خدي تعالى. استني بس مش مستاهله كل ده. ثواني. وفي كاميرا هناك اهي واحنا بنصور مقلب. والله العظيم بهزر معاكي وما اقصدش اي حاجه. انت زي اختي يعني وده شرف ليا. ده تليفونك وهتاخدي ال 15 برو ماكس هديه. استاذ عمرو هو هيسلمه لك 15 برو ماكس. انت كده هتكسري المحل. سوري. وعشان الصدمه دي احنا هنديك التليفون ده ببلاش. يا ترسي انا مش مصدقه والله. في ناس بتقول اللي هو بيطلع العروض دي فيك او الهدايا دي فيك. انت شايفه الموبايل ده فيك؟ لا مفيش الكلام ده خالص بجد. تعالوا واسألوا بنفسه. صح. بس تنوروا في أول. ألف مبروك. ألف مبروك يا فندم. نستأذنك نزيع بقى؟ أه أكيد زيع. ندي أوكي ونقول زيع؟ زيع.